ناقص لنا قد ايه كده ونوصل يا شيخ؟ ان شاء الله 43 دقيقه ان شاء الله. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. لا والطريق جميل، الله اكبر، الحمد لله. بقول هو الشاليه صحيح، انا نسيت اسال، هو الشاليه قد ايه؟ لا الشاليه ما شاء الله يعني المره دي واخد شاليه كويس، 4 اوض وصاله ما شاء الله وثلاثه حمام، الله اكبر، وتراس كبير قوي. انت جايب لنا ملعب بقى يا اشرف وجنينه. لا هو صراحه ما كانش فيه يعني ما كانش فيه الا دوت اللي فاضي، فقال لي خلاص هعده لك بنفس السعر. اه اللهم صل على النبي، الحمد لله يعني براحتنا يعني. ربنا يا رب يجعلها كده مصيف سعيد علينا كده. لا ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. يلا نوصل بالسلامه يا رب. ماشي يا رب يا رب. ماشي هيفرحوا. الو ايوه نوال، بقول لك اشرف خد لنا شاليه الله اكبر جميل قوي حلو. اه احنا لسه في الطريق. في مارينا. في المارينا. بقول لك اسبقينا بقى، هديك انا هبعت لك اللوكيشن اول ما نوصل ونحط رجلينا، علشان الشاليه اصلا كبير علينا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، واخد لنا 3 اوض وثلاث حمامات. والله كبير كبير قوي. وجوزك وعيالك؟ ايوه. والبنت سهام هاتيها هي وجوزها وعيالها برضه. الشاليه اصلا كبير يعني، انت عارف احنا هنقعد نسهر بقى وبتاع. بقولي هاتي بطيخه معاكي يا بنت، البطيخه عندكم حلو. لا عندنا هنا في الدين البرشومي بالهبل، ما تقلقيش نفسك. لا ما تجيبيش معاكي دين برشومي، بس بطيخه كده حلوه عشان واحنا سهرانين نبقى نحمر اللب بتاعها. زي زمان فاكره يا بنت. وهاتي كوتشينه. ايوه. لا وايه تاني؟ لا ما تجيبيش السلم والتعبان، خلاص ادم ده. ماشي استناك. لا تجيب امها كمان. امها اجيبها؟ هاتي امها كمان. بيقول لك ده فرحان قوي. فرحان. بقول لك هات امك معاكي. وعمي كمان هاتيه في ايدك وانت جايه. ماشي حبيبتي هستناكوا بقى، اول ما اوصل هبعت لك اللوكيشن بقى، بس يلا تحجزوا عربيه وتيجوا على طول. ولا ابعت لكم اشرف يجيبكم؟ لا المسافه كبيره شويه. لا احجزي عربيه وتعالي. ماشي حبيبتي يلا سلام سلام سلام. يا لهوي البنت طارت بالفرح. اسكتوا ايه يا شمس، احنا مش جايين نقعد اجازه مع بعض. ايوه هو المصيف ما بيحلاش غير في اللمه، غير في اللمه يعني، هنروح لوحدنا ونقعد لوحدنا مثلا ولا ايه؟ طيب ونقعد افنى يا قمر عيش في قلب الشمس. لا يا ستي مش مشكله، ده هي اصلا المصيف يعني لمه معروفه. معروفه ان المصيف لمه، مفيش مشاكل. طب الحمد لله. ولا انت متضايق؟ لا يا ستي متضايق ليه؟ اعزم لك ابن عمك ولا حاجه يجي يسهر معاه، امراه خفيفه برضه مش تقيل. لا خلاص. والله فرحتها عندي بالدنيا، كانت مبسوطة قوي وانا بكلمها. الو ايوه يا اشجان. احنا طالعين مصيف يا بنت. رايحين الساحل. رايحين المارينا. بقول لك يا بنت فاضية؟ طب كويس. بقول لك ايه، احنا اول ما نوصل ان شاء الله هبعت لك اللوكيشن وتجينا تحصلينا. سام جاية. كلهم جايين. هاتي جوزك وعيالك، المكان كبير المطرح كبير، او انت عارف اصلا حصلت الصيف واسعه. لا ما تجيبيش حاجه، هاتي بس هدومكم والميهات والحاجات عشان ما نقعدش نشحت من بعض، انت عارفه مقاساتنا مختلفه. ايوه بتاخر. انا اول ما هبعت لك اللوكيشن تيجوا على طول. في طب اقفلي شكلنا مش هنلحق نروح المصيف. خير يا اشرف؟ خير يا اشرف؟ في ايه؟ في ايه؟ احنا اتنقى علينا، احنا لسه ما وصلناش المصيف. روحي بتطلع. ستار يا رب، الله اكبر. اتحسدنا ولا ايه؟ اتحسدنا قبل ما نروح المصيف؟ روحي بتطلع. ستار يا رب، ستار يا رب استر. بيتمنى عليك خير. اللي بنت بتدعي على اهلي، حرام عليك، احنا على طريق والدعوه بتبقى فيه مستجابه. وديني اقرب مستشفى. ستار يا طب اركن طيب اركن. اركن فين بس؟ اركن حرام عليك اركن. وديني اقرب مستشفى. خلاص.